C'est d'aller l'amener pour Bulmesro. Très bonne récupération de balle. Ouais. C'est Mieto qui va tirer. نكروف العمري كمال بن مسعود دابا غير قمرود Kebdad qui remet le ballon en jeu. Ben Mesoud, toujours à la retombée du ballon. كيرز بالغ يصبغ الدفاع والضره جديد يصبغ مازال دابا غير 18 مترات ودابا خاد يغرغر كمال بن مسعود Top.
صالح اللي يطو طب المسعود ايضا ممتاز استرجال جاء شوف المسعود ودبو دبليو على غوسكوس وبيا شوف المسعود هاي شوف شنا فيه العمري يطب الدابا كمال بالمسعود تعرض الناس الحون الدابا خميونا من تربانس مسعود على الخش مسعود garde le ballon attention il est pris en charge ديميورا انتربان سياسي لباراكو كمال بالمسعود ديب Thank you.
ولكن والنشق الذي يكمل غير ستاس بالمسعود وكانوا ذي يرفع في السياسة قبلها غرديب مباركو بالمسعود يقرز بالمسعود يفات هناك قمرود قمرود يكشم ضمن 18 متر هذا شرخ من قمرود مرود ممتاز ثم خروج عن طريق التمريرة القصيرة بالمسعود يتفوق في هذه اللقطة الكرة ليح أداو في الشوط الأول أفضل من لاعب كعب طرف الكرة لبالمسعود وسجل هدف الفوز لشباب قسنطينة ترفعت للسياسي دابا خصينا كاين غير كمال بن مسعود ترجع للقائد بن مسعود يمر رفيقه طلب الكرة وصلت لي البتات شيبوب لبن مسعود بن مسعود هل يجد من يقدم له الحلول يجد أمام علي جمرود غير والناس بالمسعود يبدل غير ابراهيم دبوبة يشوط يطف الدابا خديب هادي غير كمال بن مسعود كمال بن مسعود دابا خصينا كين غير يعيش يلي قلت لي ظن الدوغان في من دفيرت كمال بن مسعود سلحاين تمر بين عناصر شباب قسنطينة وعدم تضييع بن مسعود تحت كرة ناحية بن مسعود اسي بدل تاما على الجهه الزلمات المخرج يريد إعادة الرأسيات الخاطئة لحد الآن من جمع عناصر شباب قسنطينة يعيش خرب النويط وتعود ترجع لي من لبن مسعود ثم مباركو دابا زواري بغداوي يزمد دابا كمال بن مسعود اسيب الثلاثه قبلها غير الجهه بن مسعود ربما هجوم على محاوله شباب قسنطينة من المرتدات
رجع غرباس هنا كمان بالمسعود سكون المرود عمري سيد علي بالمسعود ممتاز في هذه التغطية واحد من أربع لاعبين هما بالمسعود في وسط الميدان الوقت le désarroi de cette équipe du Smith. Sincèrement pas au point. Vraiment pas au point. Abdel Jalil, ça va, qui commet la faute sur Ben Mesoud. Voilà, par contre, une note positive pour Ben Mesoud qui... Gasmi, Ben Mesoud. Un carton pour petit jeu. Non, c'est parce que nous faisons là-bas. Donc il faudrait que tu ailles te reposer. Exactement. Allez, le ballon. Coup franc sur Ben Mesoud et Saad.